Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est au plafond. Encore une fois, votre ami Ergaz Imaziran. Ma yahdouth fi l'Jazair ces derniers temps. Nahadrou al chab moutahaver al djemil, li nesgar et hadar alé, chab l'Jazairi, li galek belli chab moutahaver, ou la chab wa'i siyasiyen. وعندنا شباب يعني واعيين. عندنا شهر ملي رانا في المظاهرات، كل جمعة نديرو مظاهرات، وكل أيام الأسبوع شريحة من المجتمع دير مظاهرات. نهار يديرو القضاة، نهار يديرو لي زيتيديون، نهار الجمعة الناس قاعدة تخرج جينيرالمون مور صلات مور زوج جينيرالمون. ويعني المظاهرات كاين بزاف الناس لي فرونسي في لي شان تاعهم يهضروا، يقول لك باللي مظاهرات سلميه، سورتو كي الناس تنقي مور المظاهرات يعني ما لهاش هي. كاين لي جون يجيبوا ساشيات ويجيبوا لي بالي يبداو ينقيو، حاجه مليحه. وحنا كي شفنا هذوك لي زيماج تاع كيما نقولوا المراه تخرج مع الراجل ودراري صغار يخرجوا برا وما كاش اعتداءات ما كاينش تجاوزات، حنا امنا قلنا بلي صح المجتمع ولا واعي ولا متحضر، خرجنا عليه، خرجنا باه يعني باه نبدلوا الدستور. كاين بزاف ناس يقول لك حنا ضد العهده الخامسه. حنا البروبليم تاعنا ماهوش العهده الخامسه، باسكو حنا فتنا هذا العهده الخامسه. حنا البروبليم تاعنا راهو في الدستور، رانا حابين نبدلوا الدستور. كاين بزاف ناس راهم يخرجوا ماهمش عارفين ماهمش مطالب تاعهم ماهيش على حسب المطالب تاع الثوره الفكريه السياسيه اللي راهي صايره في الجزائر عندها شهر. كاين اللي خرجوا على مطالب خبزيه، يعني كاين بزاف ناس لو كان زعما تمد لوليدو خدمه وسكنه ما يزيدش يخرج على المظاهرات. كاين بزاف ناس كي سمعوا بلي بوتفليقه ماهوش راح يترشح ولاو ما يخرجوش. وكاين ثاني ناس يخرجوا، منهم شريحة من الشباب كما نقولوا ان جروب دو جون يخرجوا، يقول لك حنايا مع تطبيق الشريعة ودولة إسلامية، ساشون بيان كو باينة بلي ما يعرفوش واش معنى الدولة الإسلامية، وجامي قراو التاريخ تاع الدولة الإسلامية كيفاه جات ولي بيت تاعها والأهداف تاعها، لا استراتيجي تاع الدولة الإسلامية وشنو. ما على بالهمش مساكن صغار، وقال الكبير فيهم زايد فلوس في 91 92، تما ما يعرفوش، تبعوا غير واش كانوا يعيطوا تاع 92 بالك سيو شافوا دي فيديو يعيطوا خلاص. بصح شفنا الجمعه اللي فاتت شفنا واحد لي جيست بيزار. كاين ان جروب دو فيمينيست خرجوا مع لي بونكار تاعهم، كاين ملصقات حبوا يلصقوهم في الحيط، وهما يعني مع المساواة الرجل والمرأة في الميراث، وثاني المرأة الجزائرية عندها لو دروا تتزوج مع واحد ان نون ميزيلمون كيما الراجل يتزوج مع اون نون ميزيلمون نورمال. كاين بزاف ناس يعني تهجموا عليهم في المظاهرة. كاين شفنا فيديو وحدة حبت تعلق ملصقة في الحيط، جا واحد نحاها لها وضربت معاه، اما بدات تبكي. يعني انايا ديجا قبل ما نشوف لا فيرسيون تاع وين كانت تبكي ما عجبنيش الحال. كنت جيت تما يعني نتضامن مع هذوك النساء وما نخليهم ما نخليش يعني هذاك الراجل يدير لا بونكارت سيفون ضرب معاه. يعني باسكو انا ثاني فيمينيست، لازمش تكون مرا تكون فيمينيست. فيمينيست هي الدفاع عن حقوق النساء. كاين بزاف ناس داني في راسهم بلي راجل فيمينيست معناها معناها إيفيمينيزي معناها نسوي كما نقولوا، معناها جاي، ماشي معناها جاي. ان نوم فيمينيست سي ان نوم كي ديفون لي دوا دي فام، هذا ما كان تحبس هنا دوكا يكون جاي يكون بيسيكسيوال هذيك حياته الشخصية. يعني انا راني مع لي فيمينيست، وراني يعني انا بالنسبة لي لو كان مت القانون الجمهورية الثانية ما تكونش فيها المساواة بين المواطنين وبين الرجل والمرأة، ما كان لا ما نديرو بها والو. هذا الجمهورية الثانية ما عندنا ما نديرو بها، بخروا بها ما عندنا ما نديرو بها، باسكو البروبليم تاعنا موش مع الأشخاص،
بروبليم تاعنا راهو مع لا كونستيتيسيون. كونستيتيسيون كاع عاوجه، فيها قانون الاسره، فيها بزاف صوالح عاوجين، ومنها الدستور، منها القانون تاع الانتخابات، لازم واحد يكون مسلم، وهذيك تاع الماده الثانيه الدين، الاسلام دين الدوله. كاين بزاف صوالح في الدستور هذا غالطين، ماغري الدستور تاع 96 ولا تاع 2016 ولا تاع 96 ثاني غالط، كاين بزاف صوالح غالطين اللي لازم المحامي لازم يحلف على القرآن. لو كان ايماجينو يا سيدي محامي ماشي مسلم، لازم ثاني يحلف على القرآن. كاين بزاف صوالح حتى نحا وقيلا لو سيرمون تاع بوكراط هذاك، وداروا فيه بلاصتو سيرمون، تحسب راك في الجامع. واحد كيولي ميدسان ما يحلفش لو سيرمون تاع بوكراط، شغل كاين واحد لو سيرمون يسموه لو سيرمون تاع بوكراط، هذا سيرمون عالمي كيما نقولوا، تحلف باللي زعما تقوم بالواجبات الانسانيه تاعك اوطون كو طبيب. ومنا بصح هنا في الجزائر ما كانش لو سيرمون تاع بوكراط، هنا كاين شغل تحلف كيما البريزيدون يحلف على القران اما مونو. كاين بزاف صوالح ثاني بزاف، كاين بزاف صوالح، يعني الدستور هذا ما يخرجش علينا بغض النظر على كيما نقولوا القضاء ما عندوش الدور تاعو في هذا الدستور، ماغري العقليه تاع الحكومه اللي راه حكمتنا ما تخليكش تكون عندك قضاء مستقل. الناس تدخل للحبس وتخرج من الحبس بالتليفون، يعني ما كاش قضاء في ظل هذا. ونسى ولا راكم طامعين زعما ديروا انتخابات في ظل هذا الدستور الحالي، غير انساو، باسكو جامي جامي يكونوا عندك دي ان فوت ايكيتابل، كيما نقولوا شفاف وعادل تحت هذا الدستور. هذه غير انساها. وانت يا الزطشي يا ال 1 2 3 ستي اللي راك تخرج في المظاهرات نهار الجمعه وراك تعيط الجزائر ديمقراطيه، الجزائر عمرها ما تكون ديمقراطيه وانت تهمش في نص المجتمع. نص المجتمع يتمثل في يماك، في اختك، في صاحبتك، في مرتك اللي تقرا معاك، في جارتك، هذوك سموهم نصف المجتمع. المجتمع متكون من الرجل والمراه، ما تنجمش تكون عندك ديمقراطيه وانت تنحي للناس الحقوق تاعهم، ما بينها الحقوق الفرديه. وانتم راكم عارفين، راكم دينين في راسكم باللي حقوق المراه معناها حقوق المثليين. المثليين حبيت ولا كرهت هما مواطنين كيما انت كيما انا، عندهم الحقوق تاعهم كيما انت عندك لو دروا تكون عندك صاحبتك وتخرج مع صاحبتك، وثاني عنده لو دروا يكون عنده صاحبه، والجعبه تاعو كيما نقولوا حنا بالعاميه لو ابارتيان، سي فاس لو ابارتيان، لو ابارتيان، لو ابارتيان، كيما نقولوا ماشي من حقك تتدخل في الحياه الجنسيه تاع الناس. كاين بزاف ناس يديروا لامالغام بين فيمينيزم والدفاع عن حقوق المراه، لا ديفونس دي دووا دو لا فام، اي لو في دات غي، لو في دات غي سي اون ناتور. لي هوموسيكسيوال نون با شوازي دات غي، اي سون ني كوم سا، سي لور ناتور، اون دووا لي ريسبكتي، اون دووا فير افيك، اون دووا لي توليري، باسكو سون دي سيتويان. On n'a pas le droit de les dénigrer parce qu'ils n'ont pas la même orientation sexuelle que nous. Si vraiment nous sommes des démocrates, et moi je ne crois pas à la démocratie en Algérie parce que la majorité du peuple algérien est ignorante, et tu ne peux pas laisser la majorité de hakmak, c'est impossible. شام خطا نحب ندير كيما 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 الدوستيرون، نهضر فيديو كومبلي بالفرونسي، بصح دي فوا يجوني الافكار بالعاميه، خطره بالعربيه، خطره بالانجلي، تما لازم نهضر باللغه اللي تكون متاحه. يعني دقيقه برك كما كنت نقول لكم، كي كنا نهضر جو بو با يعني ميتريزي اللغه اللي نيتيليزيها، دي فوا يجوني افكار. انا دوكا راني نهضر بالزربه، يجوني افكار يعني على راش، من جم زمان انا نهضر بالفرونسي فيديو كومبلي باسكو مانيش موالف نهضر فرونسي كوغامون، يعني نهضر ديريكت. نجم نهضر مع
un très bon français, mais ما نجمش نهضر فيديو فرونسي كومبلي باسكو دي فوا الافكار يجوني بالدارجه وباه نترجمهم في راسي لازم وقت ونبدا نحبس ومنا تما ما الفيديو يجي عيانه شغل نهضر ومن بعد نحبس ومن بعد نهضر ونحبس وانا نحب شغل ملي نبدا نهضر وانا نقول في الافكار تاعي حتى تخلص الفيديو بهكذا انا ما يروحوليش لي زيدي وانت اللي راك تتفرج تاني ما تكرهش راك تتفرج من بعد نسكت من بعد نعاود نهضر من بعد نسكت من بعد نعاود نهضر سي با تري سامبا مي جيسبر فير دي فيديو كوم ادوستيرون يعني نهضر فرونسي يعني فيديو تاع نص ساعه ولا نهضر فيها فرونسي ان فرونسي بارفي وشنو مانيش موالف نهضر لي زيدي تاعي دي فوا يجوني بالدارجه دي فوا يجوني بالك اللي راهم يتفرجوا في هذا لي فيديو يضحكوا عليا بصح سي كوم سا كنا نقولوا باللي ما تنجمش تامن بالدوله الديمقراطيه وانت انت تلغي نصف المجتمع امبوسيبل ما تنجمش تنادي بالديمقراطية وانت ديجا في راسك عندك عقلية قبلية عندك عقلية رجعية والديمقراطية ما تنجمش تمشي في ظل مجتمع قبلي كما مجتمع جزائري لازم نطوره لازم نرميو عقلية القبلية هذه التريباليزم لازم نرميوه بها نروحو للديمقراطية باسكو الديمقراطية معناها تحضر وحنا كما قال أمين زاوي جزائريين والفوا البداوة في كفلسفة شو منقولو يزون ادوبتي البيدوينيزم كوم فيلوزوفي دفي كيما نقولو كاين ناس بزاف يحبوا شغل لا فيرسيون لا في تاعهم تكون بدوية مانيش عارف عليه كاين بزاف غاشي يطيحوا برواحهم ويطيحوا حتى باللغة تاعهم على باسكو يشوفوا رواحهم في الجزائر شغل بدويين شغل لازم يكون بدوي مي ما كاش كيف لازم يكون متحضر ولا هو بالنسبه ليه مادام في الجزائر لازم يكون بدوي لازم يكون متخلف وحنا بعد كنا لا ريبيبليك صح ريبيبليك تاع مساواه وحقوق بين الرجل والمراه ونديروا يعني كيما نقولوا قضاء مستقل ونديروا انا ما تخش في راسي كيف هنايا شعب كومبلي 40 مليون راضيين بهذيك الفكره تاع حنا عندنا مؤسسة واحدة اللي فالا في الجزائر وهي العسكر كيف احنا بلاد كيما الجزائر تقريبا قارة عمل واحد في التلفزيون يقول لك تقريبا قارة هو يقولها في الهضرة بصح موش عاوش نموش معناها تقريبا قارة كون جاي يعرف ما يقولش باسكو هذي تقريبا قارة والواقع تاعنا في الحقيقة سي اون ديفيرونس كيما نقولوا اون غرون ديفيرونس علاه باسكو حنايا ماناش نتمشاو على اساس حنا قارة مشاو على اساس حنا قريه جزائريين كومبلي عايشين بهذيك الفكره زعما هو جاي من القريه جاي من يقول لك انا جاي من البليده ولا جاي من الجي ولا ما يقولوش انا جزائري شعامل واحد كما نقولوا عنده العقليه القبليه ما تنجمش تقول بلي عندي بلاد تقريبا قاره وانت عندك عقليه تاع قريه لازم تكون العقليه تاعك على حسب البلاد تاعك كيما لي زاميريكان بلادهم كبيره عقلهم كبير يخمو كلش كبير يخدم لك الطونوبيل يخدمها كبيرة يخدم لك دار كبيرة المهم هكذا كنخمو ماشي حنا عندنا بلادنا نص قارة ونجيبو شناوة يخدمونا ليزابارتومون باطا تاع سردين يخدمونا قرية صغيرة كلش صغير في الجزائر كلش صغير حتى ترونسبور تاع هذاك ترونسبور اون كومون هذاك صغير كلش صغير وحنايا كيما نقولوا شعب ما راناش كيما نقولوا زعما بار اكزومبل زعما في الترونسبور يا هذا اللي يجيب لك الترونسبور كيما نقولوا زعما ادي غير نعطيو مثال غير في الترونسبور باك حنا تخمم تاعنا وين يروح حنا ما تبعوش الحاجه اللي كيما نقولوا اللي تجي علينا نتبعوا الحاجه اللي تخرج علينا كيما نقولوا زعما ترونسبور رخيص كاع واش هني هو الايسوزي نجيبوا الايسوزي بصح ايسوزي ليش مخدومه لي زاجيني باسكو لي زاجيني لا بلي بار تاعهم غران طاي راح تجيب لي تا ايسيزي جيب لي ترونسبور تاع لا طاي تاعك شغل هكذا لازم تخمم على حساب بلادك ماشي انت في فمك تقول بلي الجزائر قاره وانت عندك تخمام تاع قريه
مازال جوجي المرأة على حساب لبسها تاعها، مازال جوجي راجل على حساب التحفيفة تاعو، ودي كيراتي، مازلنا نهضروا على الناس، مازلنا نجوجي ولا.